سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد أصل شجرة الأكوان المتفرع بدونه ما يكون وما كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحية إليكم جميعا من تونس، تونس الحيوان، تونس الزيتونة، تونس المحبة لآل بيت النبوة. شكر كذلك كبير وامتنان كبير أيضا لكم جميعا وللعتبة ولكربلاء وللعراق على كرم الوفادة. وجدنا قلوبا محبة ووجدنا أيادي محتضنة، فالشكر لكم جزيل. ونترك الشكر لله سبحانه وتعالى. في البداية أود أن أتحدث بإيجاز حتى لا أستهلك الوقت عن رسالة الحقوق للإمام السجاد، وما استرعى انتباهي خصوصا حقوق النصيحة، ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى التناصح، نحن اليوم في أشد الحاجة إلى الحوار، لأن النصيحة في حد ذاتها هي حوار بين طرفين، طرف ناصح وطرف يستحق النصيحة. والناصح له حقوق وله واجبات، والمستنصح له أيضا حقوق وواجبات. رسالة الحقوق نص ثري جدا، ونحن اليوم مطالبون أيضا بإعادة قراءة نصوصنا، حتى النص القرآني نحن مطالبون بإعادة أيضا قراءته وفق ومناهج متطورة، حتى لا نكون في وضعية التكلس والتحمط، حتى نخرج من الحرفية للنصوص عموما، ونحاول أن نعمل الفكر في ظل المتغيرات التي تعيشها الدنيا كل لحظة. إذا رسالة الحقوق نص لابد من استثماره، كما أيضا لابد من استثمار جملة من النصوص التي يزخر بها التراث العربي الإسلامي. طبعا رسالة الحقوق كتبها الإمام السجاد، طبعا تاريخه تعرفونه، من مواليد 38 هجري، وانتقل إلى جوار ربه في 95 هجري، الملقب بزين الصالحين ومنار الخالدين. هنالك العديد من الشهادات التي تثمن شخصية الإمام السجاد، ومن جملتها ما يقوله الشافعي الذي يقول أنه من أفقه أهل المدينة، وكذلك ما قاله الإمام مالك: سمي زين العابدين لكثرة عبادته. لن نطيل في هذا المجال، وإنما سنحاول أن نركز على يعني ما جاء في هذا الكتاب خصوصا في حق النصيحة، ولن أيضا أطيل كثيرا. اليوم كما قلنا نحتاج في هذا العالم إلى النصيحة والحوار، لأنه العالم الذي نعيش فيه فيه انهيار القيم، فيه احتداد التصارع المذهبي، فيه تفشي التجاذبات الفكرية. اليوم نجد أنفسنا في حاجة إلى التناصح والحوار. لماذا؟ لنبني سبل التعايش في كنف الاحترام والمتبادل. ماذا يجمعنا؟ تجمعنا قيم الإنسانية وروابط الأخوة الإيمانية. ونريد من خلال يعني هذه الندوات وغيرها وهذه الاجتماعات وهذا الاجتماعات المتنوعة أن نبني سبل التعايش كما قلنا في كنف الاحترام المتبادل، ونحاول أن نرسخ جميعنا معاني السلم والسلام بين الحضارات والأديان والمذاهب وبين البشر عموما، اقتداء بنصيحة أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه لعبد الله بن عباس عند استخلافه إياه على البصرة، قال له بالحرف الواحد: سعي الناس. وهنا نجد أن الخطاب متوجه إلى أنه الخطاب موجه للناس جميعا: سعي الناس بوجهك ومجلسك وحكمك، وإياك والغضب فإنه طيرة من الشيطان. لابد أيضا كما قلنا أن نشير إلى أهمية هذه الرسالة باعتبارها من أوائل الرسالات الأخلاقية القيمية الدستورية. هذه الرسالة التي تضمنت طبعا العلاق والواجبات، علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بالآخر عموما. إذا كما قلنا نحن اليوم مطالبون بإعادة قراءة تاريخنا وتراثنا الزاخر.
كما قلت في البداية لن أطيل كثيرا لأنه فيما يتعلق بحقوق النصيحة سأركز على يعني جملتين بإيجاز كبير. الجملة الأولى تمثلت في قول الإمام السجاد: وليكن مذهبك الرحمة. هذا يعني مقتطف موجز حتى لا أطيل. يقول في هذه النصيحة الغالية: وليكن مذهبك الرحمة. هذا شعار عالمي طافح بمعاني الحب والرحمة. هذا مبدأ شامل تحت باب الرفق عند النصح، كما ورد في النص القرآني حين أرسل الله سبحانه وتعالى رسوليه الكريمين سيدنا موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون: وما أدراك ما فرعون؟ فقال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من سورة طه الآية 43 و44. وكذلك حين قال الحق سبحانه وتعالى مذكرا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله لما ذكره: فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن هذه النصيحة أي ليكن مذهبك الرحمة، إذا أخذناها فستكون شعارا قويا وكبيرا، بمعنى أنه إن كان لديك مذهبا فقهيا أو مذهبا عقائديا أو مذهبا فكريا فاتركه جانبا في علاقتك بالآخر، وما عليك إلا أن تتحلى بمذهب الرحمة ومذهب المحبة. فإذا رحمت الآخر كنت قد رحمت نفسك، وإذا رحمت نفسك فإنك ستكون مرحوما بإذن الله. إذن هذه النصيحة الأولى أو الجزء الأول من النصيحة. ثم كذلك سأقتطف مقتطفا آخر وهو في قول الإمام السجاد، وهو نداء رنان قوي: وأن تكون نصيحته مشفوعة بالكلام الطيب. لا نحسب الكلام الطيب غير الحكمة والموعظة الحسنة، فإن احتاج النصح إلى جدال فليكن بالتي أحسن. وقد قيل في معنى الحكمة: كلام كثير متقارب. يكفي أن نقول إن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. إذن هذه النصيحة أيضا التي وجدناها في رسالة الحقوق هي دلالة أيضا على أنه لا بد أن القوانين والدساتير التي تنظم حياة البشرية لا بد أن تكون محتضنة بالقيم الأخلاقية التي جاءت في النص القرآني وجاءت في سنة السيد السادات وفخر الكائنات سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد، وجاءت أيضا فيما بعد من آل بيت النبوة وصحابته وعلماء المسلمين إلى غير ذلك. إذن نحن اليوم محتاجون إلى الصدق، إلى الصدق في النصيحة، ومحتاجون إلى الإخلاص في النصيحة. وقد يعني قال هذا الأمر، وقد قال هذا الأمر الإمام السجاد في الحديث عن حق الناصح حين قال: أما حق الناصح يعني المستنصح فهو أن يلين له جناحه تكريما وتعظيما له، ويتوجه إليه بقلبه وسمعه ليعي نصيحته ويتدبر ما فيها. إذن هنالك تأكيد كبير على الآداب الباطنة من الناصح والمنصوح في نفس الوقت. وركزنا أساسا على إخلاص القصد بإرادة الخير لإخواننا المسلمين عموما في جميع مواطن الأرض. السؤال الأخير الذي أريد أن أختم به وهو نوع من يعني اختزلنا المداخلة، السؤال الأخير هو: إلى أي مدى نحتاج اليوم إلى النصح والاستنصاح؟ إذا عدنا إلى مرجعيتنا الثرية نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أمر السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام وعلى آله فقال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وفي هذا حكمة مباشرة، لأن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام هو أغنى الناس عن النصيحة، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعني طلب منه أن يستنصح ويطلب النصيحة. وهذا للدلالة على أن هذا الدين العظيم هو دين مبني على الحوار، ودين مبني على احترام الآخر، ودين مبني على الرحمة التي يجب أن تسري في كامل الجسد. ثم كان السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول: أشيروا علي أيها الناس. كل هذا الأمر نجده في رسالة الحقوق الإمام السجاد، وبالتالي ما ينسحب عن المتبوع أنه هو
السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام ينسحب علينا نحن التابعين عموما. إذن في ظرفنا الراهن نحتاج للتناسق، نحتاج للتحاور والتشاور من أجل البناء، حتى نقدم صورة الإسلام الناصعة، لا صورة الإسلام سفك الدماء والإرهاب والقتل، بل لابد أن نقدم صورة. ونحن اليوم نعيش في عالم الصورة، أردنا أم أبينا، أردنا أن نقدم صورة الإسلام وما تحمله من قيم السلام والتعايش، ونحن كما قلنا نعيش دنيا الصورة. وعلينا أيضا حسن اختيار الناصحين الأمناء المخلصين الخبراء واختيار القدوة، واحتياجنا إليه من تجاوز ما أصاب المسلمين من نكسات متتالية، كما يتحتم علينا قبول النصيحة بصوره المتعددة ومراجعة أنفسنا ومراجعة أفكارنا، رغم ما لقبول أحيانا النصيحة والمراجعة من جرعة مرة المذاق لا يطيقها إلا من وفق لعلم ما لها من ثمرات عائدة علينا جميعنا بالنفع العظيم. ولا نحقرن النصيحة لقلة شأن ناصحها، فالدرة لا يسأل عن غائصها حتى لا نبقى مصرين على الباطل إن اتضح له الحق. إذن حاولنا من خلال هذه طبعا المداخلة الموجزة أن نؤكد على أن رسالة السجاد وغيرها من الرسائل والآثار الإسلامية هي جديرة بأن تستثمر اليوم قراءة ونشرا ودراسة وتعميما، لأننا نملك من الرصيد ما يجعلنا نكون مساهمين ومنتجين لا مستهلكين فقط. وطبعا أجدد لكم جميعا الشكر، وإن شاء الله تكون هذه يعني بداية وعربون لندوات أخرى لمزيد التعريف بمؤلفات الأئمة ومؤلفات بيت آل النبوة. وشكرا لكم جزيلا.